طلبتنا في المرحلة الثانية في قسم هندسة تقنيات الاتصالات في الكلية التقنية الهندسية نجف. السلام عليكم. نبدأ المحاضرة 17 من مادة تطبيقات رقمية. إن شاء الله بعد انتهاء هذه المحاضرة راح تتعرفون على كيفية تنفيذ Logic Function Using Decoders. Implement Logic Functions Using Decoders. إذا كانت الفانكشن المعطاة من نوع Sum of Product Form وكانت بصيغة الستاندرد Sum of Product، نحدد عدد المتغيرات الموجودة بها. إذا كان لدينا ثلاث متغيرات نختار ديكودر يحتوي على ثلاثة inputs line. إذا كان عدد الانبوتس line ثلاثة، إذا الاوتبوت line شي يساوينا 2 مرفوع على الأس 3 ويساوينا 8. إذا نوع الديكودر اللي راح نستخدمه شنو إذا كان عندنا ثلاث متغيرات؟ 3-8 line decoder. إذا يتم تحديد عدد الانبوت line للديكودر اعتمادا على عدد المتغيرات المتوفرة بالsum of product function. نلاحظ الديكودر اللي راح نستخدمه بالتصميم، هل هو اكتب هاي اوتبوتس ديكودر او اكتب لو اوتبوتس ديكودر؟ وتعرفت بالمحاضرة السابقة على الاكتب هاي اوتبوتس ديكودر وعلى الاكتب لو اوتبوتس ديكودر. بالاكتب هاي اوتبوتس ديكودر احد الاوتبوت يكون اكتب هاي اعتمادا على الكومبينيشن بيتس اللي موجودة على الانبوتس لاين. اذا كان الديكودر اللي نستخدمه بالتصميم من نوع الاكتب هاي اوتبوتس ديكودر، يتم استخدام الديكودر مع بوابة OR gate لتحقيق sum of products function. أما إذا كان الديكودر المستخدم من نوع الأكتب لو أوتبوت ديكودر، يتم استخدام الديكودر مع NAND gates لتحقيق sum of products function. أما إذا كانت الفانكشن المعطاة بصيغة products of sum، نلاحظ هل الصيغة المعطاة هي الستاندرد products of some form واللي تعرفت عليها بالعام السابق. نحدد عدد المتغيرات اللي موجودة بالproducts of some function. تلاحظون هنا عندنا ثلاث متغيرات بكل term، إذا عدد المتغيرات هي ثلاثة. اعتمادا على عدد المتغيرات نحدد نوع الديكودر. عندنا ثلاث متغيرات، إذا الانبوتس لاين للديكودر يساوي ثلاثة، الانبوتس لاين للديكودر يساوي عدد المتغيرات. اعتمادا على الانبوتس لاين للديكودر نستطيع ان نجد الاوتبوتس لاين للديكودر. عدد الاوتبوتس لاين للديكودر يساوي 2 مرفوعه للاس 3 ويساوي 8. اذا نوع الديكودر اللي راح نستخدمه هو 3-8 لاين ديكودر. اذا تم استخدام الاكتب هاي اوتبوتس ديكودر، يتم استخدام بوابه النور جيتس مع الديكودر لتحقيق products of some function. أما إذا تم استخدام الأكتب لو ديكودر، يتم استخدام بوابة الأند مع الأكتب لو outputs ديكودر لتحقيق صيغة products of some function. نأخذ مثال implement the following logic function using a decoder and or gate. تلاحظون من معطيات السؤال مطينا function المعلومات عن قيمة الـ output موجودة الـ sum of products form. تلاحظون انه الـ function المعطاة تحتوي على ثلاث متغيرات A و B و C. قيمة الـ output Y تساوي 1 عند الـ miniterm 0 والـ miniterm 2 والـ miniterm 4 والـ miniterm 7. لاحظ كيف يتم تنفيذ هذه اللوجيك فانكشن باستخدام الديكودر والاور جيت. تلاحظون انه الفانكشن اذا نريد نحول المعلومات اللي معطات بيها الى التروث تيبل، عندنا ثلاث متغيرات اي وبي وسي، عندنا اوتبوت واحد هو واي، قيمه الواي تكون مساويه الى الواحد عند الميني تيرم 0 وعند الميني تيرم 2 وعند الميني تيرم 4 وعند الميني تيرم 7. تلاحظون انه الصفر والواحد والاثنين الى السبعة هي الديسيمال ايكوفالنت للكومبينيشن بيتس. تلاحظون عند كل كومبينيشن بيتس ميني تيرم يكون قيمة الاوتبوت مساوي الى الواحد عند الميني تيرم صفر والميني تيرم اثنين والميني تيرم اربعة والميني تيرم سبعة. عدد المتغيرات اللي موجودة بالفانكشن المعطاة هي ثلاثة، إذا نستخدم
inputs line للديكودر 3. عدد الانبوتس لاين للديكودر يساوي عدد المتغيرات المعطاه. اذا عدد الانبوتس لاين للديكودر 3 عدد الاوتبوت لاين شو يساوي؟ ان 2 مرفوع الاس 3 ويساوي 8. اذا نوع الديكودر اللي راح نستخدمه هو 3 to 8 لاين ديكودر. بما انه معطى بالسؤال مع بوابه اور، اذا نستخدم الاكتيف هاي اوتبوتس ديكودر. نلاحظ انه الانبوتس فيربل A و B و C يتم ربطها الى الانبوتس لاين للديكودر. الاوتبوت للديكودر اللي يماثل المينيتر من الفانكشن المعطاه يكون انبوت لبوابه الاور التي يتم استخدامها لتحقيق اللوجيك فانكشن. تلاحظون 3 to 8 لاين ديكودر، قلنا 3 لان عدد المتغيرات اللي موجوده باللوجيك فانكشن هي 3. تم وضع المتغيرات على الانبوتس لاين للديكودر. تلاحظون الA تمثل لنا الموست سيجنيفيكانت بت والC تمثل لنا الليست سيجنيفيكانت بت. تلاحظون انه الاوتبوت للديكودر اللي يماثل الميني تيرم للفانكشن المعطاه يكون انبوت لبوابه الاور، والاوتبوت لبوابه الاور هو الاوتبوت لللوجيك فانكشن. خل لاحظ اذا كانت قيمه الA والB والC 0 0 0 هل يتم تحقيق اللوجيك فانكشن وتكون قيمه الواي مساويه الى الواحد؟ إذا تم وضع على الانبوتس لاين للديكودر 0 0 0، إذا عدنا 0 0 0 على الانبوتس لاين أي اوتبوت يكون اكتف؟ الاوتبوت 0 يكون اكتف. اكتف لو أو اكتف هاي يكون اكتف هاي، تكون قيمته 1 وبقية الاوتبوت تكون قيمتهم 0. بوابة اور أحد مداخلها قيمته 1، إذا الاوتبوت يكون مساوي إلى الواحد بغض النظر عن بقية الانبوتس. إذا تم تحقيق اللوجيك فانكشن وكانت قيمة الواي مساوية إلى الواحد عندما كان الكومبينيشن بتس على الانبوت 0 0 0. نأخذ مثال آخر. Implement the following logic function using a decoder with active low outputs. تلاحظون لدينا two logic functions، كل واحدة منهم تحتوي على 3 متغيرات، اثنين هم بصيغة the standard sum of products. المطلوب تنفيذ ال F1 وال F2 باستخدام ال active low outputs decoder. نلاحظ متى تكون قيمة الـ F1 والـ F2 مساوية إلى الواحد. أنتم تعرفون بالتعبير المنطقي بصيغة الـ Sum of Product عند كتابة المتغير، إذا كانت قيمة المتغير واحد نضع المتغير بدون complement، وإذا كانت قيمة المتغير صفر نضع المتغير complement. فتلاحظون أنه الـ A هنا بدون complement معنى أنه كانت قيمتها واحد، الـ B بدون complement معنى أنه كانت قيمتها واحد، الـ C بدون complement كانت قيمتها واحد. الـ combination bits 1 1 1 اللي هي الديسيمال اكوفالنت لها هو 7. الترم الثاني الـ A بدون كومبلمنت إذا قيمتها 1، الـ B بدون كومبلمنت إذا قيمتها 1، الـ C كومبلمنت إذا قيمتها 0. إذا الـ combination bits 1 1 0. الديسيمال اكوفالنت لها هو 6. تلاحظون الترم الثالث الـ A كومبلمنت إذا قيمتها كانت 0، الـ B كومبلمنت إذا قيمتها 0، الـ C كومبلمنت إذا قيمتها 0. إذا الديسيمال اكوفالنت هو 0. نلاحظ الـ F2 تكون 1 عند الصفر 1 1 اللي هو الديسيمال 3، عند الصفر 1 0 اللي هو الديسيمال 2، عند الـ 1 0 0 اللي هو الديسيمال 4، عند الـ 1 0 1 الديسيمال اكوفالنت للـ combination bits 1 0 1 هي 5. إذا الـ F1 تكون مساوية إلى الواحد عند الميني تيرم 0 و6 و7، والـ F2 تكون مساوية إلى الواحد عند الميني تيرم 2 و3 و4 و5. نلاحظ الـ Truth Table عندنا 3 متغيرات A و B و C. إذا عندنا كم combination bits؟ عندنا 8 combination bits. قيمة الـ F1 تكون مساوية إلى الواحد عند الميني تيرم 0 وعند الميني تيرم 6 وعند الميني تيرم 7. قيمة الـ F2 مساوية إلى الواحد عند الميني تيرم 2، عند الميني تيرم 3، عند الميني تيرم 4، عند الميني تيرم 5. حتى يتم تنفيذ الـ F1 والـ F2 باستخدام الـ Active Low Outputs Decoder نحتاج إلى بوابتي NAND. الـ Output لبوابة الناند الأولى تمثل لنا الـ F1، والـ Output لبوابة الناند الثانية تمثل لنا الـ F2. تلاحظون أنه عدد الـ Inputs Line للديكودر الذي يتم استخدامه تكون مساوي إلى 3. لماذا 3؟
لأن الانبوت بيربط للاف 1 والاف 2 مساوي إلى 3. الاوتبوت لاين 2 مرفوعة للأس 3 يساوي 8. يتم ربط الانبوتس بيربط A و B و C إلى الانبوتس لاين للديكودر. تلاحظون أنه بالاف 1 من ذكر الانبوتس بيربط A و B و C. الA تمثل لنا الموست سيجنيفيكانت بت والC تمثل لنا الليست سيجنيفيكانت بت. فنفس السيكونس يتم استخدامه. فعندنا 3 to 8 line decoder يتم ربط الانبوت variables الى الانبوتس لاين للديكودر. ال8 تمثل لنا الموست سيجنيفيكانت بت والC تمثل لنا الليست سيجنيفيكانت بت. نلاحظ انه قيمه الاف 1 تكون مساويه الى الواحد عند الصفر والسته والسبعه. اذا الصفر والسته والسبعه تكون انبوت لبوابه الناند والاوتبوت لبوابه الناند يمثل لنا الاف 1. الاف 2 تكون مساويه الى الواحد عند الاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه. اذا الاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه تكون انبوت لبوابه ناند اخرى. الاوتبوت لبوابه الناند يمثل لنا الاف 2. خلاحظ اذا تم وضع الكومبينيشن بيتس 0 0 0 عند الانبوتس لاين للديكودر، هل تكون قيمة الاف 1 فعلا مساوية الى الواحد؟ لاحظ اذا كانت الكومبينيشن بيتس 0 0 0 على الانبوتس لاين للديكودر، اي اوتبوت يكون اكتف؟ الاوتبوت 0 راح يكون اكتف. بما انه اكتف لو ديكودر، اذا راح تكون قيمته 0 وبقية الاوتبوت راح تكون قيمهم 1، لان عندنا اكتف لو اوتبوت ديكودر. فتلاحظون انه بوابة الناند احد مداخلها صفر، فالاوتبوت راح يكون 1 بغض النظر عن بقية المداخل. بينما بوابة الناند للاف 2 كل المداخل الها 1، فالاوتبوت راح يكون 0. اذا تم تحقيق اللوجيك فانكشن اف 1 وكذلك تحقيق اللوجيك فانكشن اف 2.